جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الاستغفار عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كالاستغفار عند حياته ومقابلته عليه أفضل الصلاة والسلام؟ المشروع عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للقادم من السفر أن يسلم عليه فقط، وأن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا هو المشروع كالسلام على الحي. وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة جاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عن أمتك خيرا ما يجزي نبيا عن أمته، فلا بأس بذلك، لأن هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم. أما الاستغفار والدعاء فلا يجوز عند القبر، وإنما يكون الاستغفار والدعاء في المسجد النبوي لا عند القبر. فإذا أراد أن يدعو أو يستغفر فلينصرف ويجلس في مكان من المسجد أو يصلي نافلة أو فريضة ثم يستغفر ويدعو بعدها.